بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نبلش أول درس في لغة البرمجة C++. في هذه الدروس المتعلقة بلغة برمجة C++ راح نتبع كتاب دايتل C++ How to Program الإصدار الرابع. هذا الكتاب متوفر في أي مكتبة. في حال عدم توافر الإصدار الرابع، بإمكانك تستعين بأي إصدار السابع أو قبله. لغة برمجة C++ هي إحدى لغات برمجة عالية المستوى كما نعلم. يمكن أن نكتب فيها أكواد تساعد تعمل برامج تساعدنا في حياتنا العملية، مثل برنامج آلي حاسبة وما إلى ذلك. اليوم فقط راح نتعرف على مكونات البرنامج. خلينا نشوف برنامج مكتوب بلغة C++. ها هو البرنامج Simple C++ Program، ما إلى ذلك، هي مكتوب الكود. خلينا نتحدث أول إشي عن البرنامج. لاحظ برنامج مكتوب بلغة يمكن فهمها. لو نفذنا هذا البرنامج راح يطلع لنا هاي المخرجات زي ما احنا شايفين هون. هلا خلينا نتحدث عن البرنامج. برنامج كان القسم بشكل عام. اول اشي في عنا ما يسمى بانت مين. انت مين هي فانكشن او اقتران، وهي تمثل نقطة بداية البرنامج. اذا البرنامج يبدأ تنفيذه من هنا، من عند انت مين نبدأ تنفيذ البرنامج. لاحظ اللي بتنفذ في انت مين ما هو داخل الكيرلي بريسز. كيرلي بريسز اللي ما بيعرفها اللي هي هذه وهاي. إذا هو يبدأ البرنامج من هنا وينتهي من هنا. في عندنا كذلك المتغيرات A1 A2 وSum. هذه عبارة عن متغيرات. لاحظ ما قبلها اللي هو Int and Sign، هذا بمثل نوع القيم اللي راح يتم تخزينها في هاي المتغيرات. فهون عندنا انت بتمثل انتجر اي عدد صحيح، وانسايند اي بدون اشاره، يعني لو كان عدد سالب تاخذه موجب فقط. ما راح نتحدث بشكل تفصيلي الا في دروس قادمه. سي اوت هذا امر تابع لهاي المكتبه. راح نتحدث شو يعني هذا الامر تابع لهاي المكتبه، ووظيفته لإخراج على الشاشة، أي يصدر مخرجات أو يبينها على الشاشة، متبوع بهذه الإشارة اللي بنسميها intersection. لاحظ أنه لا يمكن نتبعه بأمر expression اللي مثل هذه، وهم راح يعطينا syntax error ومش راح يتنفذ البرنامج. في عندنا كذلك CN برضو تابع لهاي المكتبة اللي هي IOStream، راح نحكي برضو عنها كمان شوي. بيكون متبوع بإكسبليشن، وظيفته الحصول على المدخلات تحديدا من الكيبورد أو غالبا، يعني ما فيش عندنا المدخلات ممكن نحصل عليها إلا من الكيبورد. Return Zero، وهذا الأمر معناها في حال نجاح البرنامج يعود إلى حالة صفر، وحالة صفر مقصود فيها النظام التشغيل اللي شغلنا عليه البرنامج. فمثلا شغلنا البرنامج على الويندوز، برجع على الويندوز بعد ما يشتغل البرنامج بنجاح. شغلنا البرنامج على الدوس، برجع إلى الدوس بعد ما يشتغل البرنامج ويتنفذ بنجاح. طيب في عنا Preprocessor Directive، أي ما هو ما قبل ما يشتغل المترجم أو الكومبايلر. في عنا هذا الأمر اللي هو include IOStream. لاحظ هذا أمر include ما يقوم به إنه هاي الأوامر اللي هي cout و cin و endline هاي تابعة لهاي اللايبرري، يعني إنه هدول ال cout و cin و endline هو عبارة عن أكواد كبيرة، لكن إحنا عشان راح نستعملهم بشكل متكرر في البرنامج ف تم تعريف هذا الكود بهاي الكلمات. فبدل ما اكتب هذا الكود ويصير مثلا حجم البرنامج كبير، يكبر حجم البرنامج وما اقدر اتعامل معه، فبحط هذه الكلمة
أو هاي المتعرفات إنها بتكون بديل عن الكود، وبعرف أو بستدعي هاي اللايبراري اللي هي بتقوم بتبديل هذه المعرفات بالكود الكبير تبعها. الهدف من هاي العملية اللي هي تسهيل عملية كتابة البرنامج و تسهيل عملية البرنامج تسهيل عملية كتابة البرنامج وضبط البرنامج بحيث انه بسهولة ضبط الأخطاء فيه. طبعا نفترض انا ما بدي اكتب هذا الامر اللي هو هون include io stream، ساعتها بدي استخدم امر using name std. لاحظ انه في نهاية كل سطر من الاوامر داخل int main بنتهي بسيمي كولون، هاي اللي هي الفصل المنقوطة، هذه هاي الفصل المنقوطة بتمثل نهاية السطر للكومباير، يعني الكومباير او المترجم ببلش ترجم السطر، ولما يوصل لعند السيمي كولون بيعرف انه هذا السطر انتهى. طيب نفترض انه انا ما في هون سيمي كولون، اي بهذا الشكل، ساعتها الكومبايلر راح يبلش ترجم من هون ولكن ما راح يلاقي سيمي كولون، فراح يستمر بترجمة سطر الاوامر هذا لعند ما يوصل تاني سيمي كولون. طبعا هذه المشكلة ممكن تؤدي لتوقف برنامج او عدم تنفيذه بشكل صحيح، عشان هيك دائما تأكد اثناء كتابة البرنامج انك ما تنسى السيمي كولون. لاحظ عندنا ايضا انه الـ بري بروسيسور دايركتيف ما بينتهي بسيمي كولون لانه مش الكومبايلر ما بيمر عليه، هو فقط بيمر على ما هو داخل انت مين. خلينا نشوف مثلا لو مثلا ما كتبنا ما استدعينا مثلا library io stream، اي ما كتبنا هذا السطر اللي هو هون، اي مسحته بهذا الشكل، شو اللي ممكن يصير؟ اللي راح يصير كالتالي، البرنامج مش راح يتنفذ، او امكاني استغني عن هذا الامر في امر using std، فساعتها بدل ما اكتب سي اوت لحالها بدي لازم يسبقها هذا الامر اللي هو using std. مثلا بدل ما اكتب سي اوت بدي اكتب using std cout، او قبل ما يتنفذ برنامج تحديدا شو اسمه تحديدا قبل ما يتنفذ برنامج، اي فوق int main محل البريبروسيسور دايركتيف بقوم بوضع هذا الكود وعادي بتنفذ برنامج ما فيها مشكلة. طبعا هذا اللي احنا بنتحدث عنه اللي هو فيجوال سي بلس بلس، لكن يوجد اصدارات اخرى من السي بلس بلس، كل اصدار بتميز بالكومبايلر تبعه او المترجم. طبعا كل ما كان الاصدار اجدد كل ما كان الكومبايلر او المترجم افضل، وبقوم عملية ترجمة افضل وتصحيح بعض الاخطاء فيه. عندنا اصدارات معروفة ومشهورة مثل تيربو سي بلس بلس، ظهر في اوائل التسعينات، بورلاند سي بلس بلس ظهر في منتصف التسعينات، فيجوال سي بلس بلس اللي هو حاليا نشتغل عليه وظهر في اواخر التسعينات وما زال مستمر حتى الان، فيجوال سي بلس بلس دوت نت وظهر في اوائل عام 2000. لاحظ الكومبايلر عملية ترجمة البرنامج او الكومبايلر بيعتمد على شغلتين، اول اشي اصدار لغة البرمجة اللي عندك، يعني لو كان تيربو او فيجوال بيفرق في بعض الاوامر، ونظام التشغيل اللي انت مشغل عليه لغة البرمجة هاي، يعني لو ويندوز او دوس ممكن يفرق. طبعا لحد هون خلصنا اول محاضرة او اول درس، خلصنا اول درس. ان شاء الله نأمل نكون افدناكم، وتابعونا في الجزء الاخر من هذا الدرس، وشكرا.